السلام عليكم، عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقة جديدة للعبة محاكي الشاحنات. خليني في البداية كده اسمعكم حاجة صغيرة كده قبل ما نبدأ، من خلالها هتعرفوا الحلقة بتاعت النهاردة خاصة بإيه. مبدئيا أنا في الأونلاين زي ما انتم شايفين، الناس اللي ماشية دي ناس حقيقية. خليني أدور العربية. سامعين صوت العربية عامل ازاي؟ طبعا جوه الصوت بيبقى اوطى، لو انت مثلا فتحت الشباك الصوت هيعلى واقعي. المهم في حلقتنا النهاردة هشرح لكم ازاي تغيروا الصوت بتاع الشاحنة لصوت اكثر واقعية وتختار الصوت اللي انت عايزه. ده بصراحة الصوت اللي عجبني، هم اكتر من 40 صوت بس ده الصوت الوحيد اللي عجبني الصراحة. في اصوات فظيعة وفي اصوات مزعجة فاهمني، فده بصراحة اللي عجبني. فمن غير كلام كتير، لو لسه اول مرة تشوفني انزل اضغط لايك واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ شرح. هنبدأ بأول حاجة وهي الملفات اللي احنا محتاجينها. هتلاقي اللينك في الوصف، هتخش على اللينك هتنزل تحت. طبعا هما ملفين بس، ملف تقريبا 2 ميجا والملف التاني 200 ميجا اللي هو خاص بملفات الصوت. فهتيجي تخش على هشرح لك على اي واحد منهم ازاي تحمل. هما الاتنين بتحملهم بنفس الطريقة. هتخش على اللينك الاول مثلا، هيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي، فبتستنى لحد ما ال15 ثانية دول يخلصوا. بعد كده بتضغط على كلمة نيكست، هتلاقيه نزلك تحت. هتنزل تحت على نيكست وبعدين تقفل الاعلان من كلوز، ده لو ظهر لك اعلان اصلا. بعد كده بتستنى 15 ثانية تاني، برضو هتكرر نفس الخطوة نيكست، هتلاقيه نزل تحت، هتضغط نيكست وتلغي الاعلان اللي هيجيلك. طبعا انت بتستمر على الخطوات دي لحد ما تتخطى الاعلانات كلها، وده حسب الموقع، يعني الموقع بيجيبهم عشوائي. هتفضل طبعا تكرر الخطوة دي لحد ما توصل للينك التحميل. هتضغط نيكست هينزلك تحت، تضغط على نيكست اللي تحت هيحولك لللينك ده. كده خلاص احنا دخلنا رابط التحميل. هتخش على جيت لينك، زي ما انت شايف بدأ التحميل. طبعا الملف التاني برضو بتحمله بنفس الطريقة، فانا مش هشرح ازاي تحمل الملف التاني لان هو بيتحمل بنفس الطريقة دي. كده الملفات اللي احنا حملناها، البلاجن فايلز وملفات الصوت. هنخش على البلوجن فايلز، بعد كده بنفتح ستيم ونروح على لعبة محاكي الشاحنات، او اذا كانت لو انت اللعبة عندك مكركة هتخش على الفولدر بتاع اللعبة. هتيجي تخش على مانج وتختار الاختيار ده عشان تفتح المكان اللي متثبت فيه اللعبة. طبعا هي فتحت تحت اهي. الشرح ده خاص باصدار 1.48. انا بصراحة معرفش اذا كان هيشتغل على الاصدارات القديمة ولا لا، بس انت مفيش مشكلة تقدر تجرب وتشوف هيشتغل ولا لا. هتخش على فولدر بي اي ان وبعدين نخش على x64، هيفتح لك القايمة اللي قدامك دي. هتعمل فولدر وتسميه بلوجنز بالاسم ده، تمام؟ الاسم هيظهر لك على الشاشة برضه. هتخش في الفولدر ده وتروح تفتح ملف البلوجن. هنيجي على الملفين اللي تحت نسحبهم نحطهم هنا، تمام؟ بعد كده تخش على ETS اللي هي محاكي الشاحنات وتخش الفولدر ده وتحط الملف ده هنا، تمام؟ ده كده اول ملف. هنقفل الملف الاول ونخش على الملف التاني. الملف التاني اللي هو فيه الصوت، هنحدد على الملفات دي كلها. ممكن نعمل كنترول ايه على طول عشان يحدد لنا الملفات كلها مرة واحدة، ونروح الفولدر بتاع الملفات اللي احنا نزلناها. هتخش هنا على TSF مود وتسحب الملفات دي كلها في الفولدر ده. طبعا الباسورد هتلاقيه في الوصف. تقريبا 50 صوت او اكتر تقريبا. طبعا بيقول ان في ملفات موجودة فنستبدلها ولا لا، فانا هخليه يستبدلها. بنقفل الملف ده خلاص كده. هنيجي مثلا احنا عايزين نحدد صوت يشتغل، يعني انهي صوت اللي احنا محتاجينه يشتغل جوه في اللعبة، لان كل دي اصوات، تمام؟ وانا هشرح لك برضو ازاي تستخدم صوت معين، يعني ازاي تستخدم الصوت هشرح لك. يعني المهم ان احنا ننزل تحت عشان نحدد الصوت اللي احنا هنستخدمه. بص دي كلها اصوات، لكن بيبقوا ممكن تلاقي تلاتة مرتبطين ببعض، اتنين. فعندك اول اتنين دول مع بعض ودول كده مع بعض، هما بتلاقيهم بنفس الاسم،
تمام، الاتنين بيبقوا بنفس الاسم. ماشي، طيب ازاي اعرف انا مثلا هحط الاسم ده؟ يعني انا مثلا عايز احط ده اشغله، هاخد الاسم بتاعه احطه في الفولدر بتاع سيلكتد، احط الاسم زي ما هو كده واحفظ هو ده الصوت اللي هيشتغل جوه في اللعبة. تمام، فهمت الطريقة؟ يعني انت بتاخد الاسم بس بتاع الصوت تحطه في الفولدر ده وتحفظ الفولدر وتروح تفتح اللعبة هتلاقي الصوت اشتغل، بس ده كل اللي انت بتعمله. طيب انا دلوقتي ازاي اعرف ان ده ملف الصوت ده ولا اللي تحته؟ بتلاقي حجمه اكبر من يعني دايما اللي انت هتشغله، اللي انت هتاخد اسمه عشان تشغله بتلاقي حجمه اكبر من اللي تحت. يعني شوف ده 3 كيلو، اللي فوق ميجا و300، ده 800 كيلو، اللي تحتيه 3. لا، انت بتاخد اللي حجمه كبير اللي هو الاساسي اللي ما فيهوش كلمة جايدز. لو ما فيهوش كلمة جايدز هو ده اللي هيشتغل. تمام، فانا دلوقتي مثلا اخترت الصوت ده، طبعا اسمه اهو عشان لو حبيتوا تستخدموه، وانتوا برضو جربوا الاصوات كلها وشوفوا انهي افضل صوت انتوا هينفعكم يعني، او هيبقى حلو بالنسبة لكم. فانا اخترت الصوت ده، هعمل حفظ سيف وهقفل القائمة دي. طيب انا ازاي اتحكم في الصوت؟ لان الصوت انت ما بتتحكمش فيه من جوه اللعبة. ازاي اتحكم في صوت الاكزوست والموتور والصوت الداخلية بتاعتي والكلام ده؟ هتلاقي في ملف هنا اسمه ساوند ليفل، بتفتح الملف ده. اول حاجة عندك ماستر، الماستر ده الصوت الاساسي بتاع كل حاجة. تمام، الانجن، الموتور، الاكزوست، التربو، انترور، دي لما انت تكون وانت في الداخلية وانت جوه الشاحنة يعني، لان الصوت وانت بره بيبقى اعلى من جوه. تمام، الاخير ده لو انت قافل الازاز. ماشي، لو انت قافل الازاز الصوت يبقى قد ايه؟ فانت بتحدد بقى الصوت بالارقام اللي انت حاططها هنا دي. حبيت تعلي حاجة، توطي حاجة، بتنقص الرقم، تخليه واحد، التربو مثلا تخليه واحد كده. تمام، فانا هسيبها زي ما هي ونخش نجرب الصوت في اللعبة. طبعا انتوا في بداية الفيديو سمعتوا صوت، ودلوقتي الصوت مختلف، فهتسمعوا صوت مختلف لان دلوقتي انا حطيت صوت تاني غير الصوت اللي انتوا سمعتوه في اول الفيديو ده. اسم الصوت لو حبيتوا ان انتوا تستخدموه، لان الصوت ده مزعج جدا يعني، في ناس بتحب الحاجات المزعجة وكده. فخلينا نفتح اللعبة. طبعا انا في بداية الفيديو كنت فاتح اللعبة اونلاين، فهنفتحها دلوقتي اوفلاين، وبرضو هجربها لكم في الاونلاين مفيش مشكلة. بنفتح اللعبة طبيعي، والشرح ده يعني ما تقلقش منه، بيشتغل اونلاين، بس طبعا انت اللي بتبقى سامع الصوت، لكن صحابك بيبقوا سامعين صوت اللعبة الطبيعي يعني، انت بس اللي بتبقى سامع صوت اللهم صل على النبي، انت بس اللي بتبقى سامع صوت الشاحنة اللي انت ركبته. تمام، ثانية واحدة، نختار 153، هنختار اي مكان عشان نترسبن فيه. طبعا دي شاحنة مختلفة عن اللي كانت في بداية الفيديو، لان انا فتحت ملف سيف تاني. هنشغل العربية واسمع صوت الطرب، اسمع صوت الازعاج مش الطرب. تحس ان انت راكب مكنة مية. طبعا الصوت بره بيختلف عن جوه. ليه بقى جوه؟ انا مثلا لو نزلت الازاز الصوت بقى عالي شوية، نقفل الازاز تاني هتلاقي الصوت بقى اقل. وانت بتتحكم فيها، بتتحكم في الصوت من الملف اللي انا قلت لك عليه. اسمع بره، تمام. انا لو حبيت اغير الصوت زي ما قلت لك، تخش بس تاخد اسم الصوت وتستبدله من الملف اللي هو اسمه selected. ماشي، يعني هتشيل الاسم ده ونروح ناخد الصوت ده. ثانية واحدة، هنجرب صوت مثلا على الاونلاين. اخد اول صوت ده، اول صوت، ونروح نجربه بقى في الاونلاين. نفتح اللعبة طبيعي ومفيش اي حاجة انت هتعملها يعني، هو انت بس تفتح اللعبة كأنك ما ضفتش اي حاجة. كل الاختلاف اللي انت هتلاقيه جوه في اللعبة صوت الشاحنة اتغير بالصوت اللي انت حددته قبل ما تفتح اللعبة. هنعمل لوج ان. طبعا انا بقى لي فترة ما فتحتش الاونلاين، فهختار السيرفر
بلاش السيرفر الزحمة فاخش السيرفر التاني، هي مش تفرق في حاجة. عموما الأصوات بتاعت الشاحنات كلها حلوة، بس المشكلة إن أنت بتتحكم في الصوت من بره، يعني لسه بقى هتقعد تظبط في الصوت وتشوف جودة الصوت هتبقى كويسة بالنسبة لك ولا محتاجة توطيها شوية وكده. فالموضوع ده رخم بقى، إن أنت تقعد تجرب وتطلع من اللعبة وبعدين تعدل في الأرقام وتطلع تفتح اللعبة تاني. هي دي أكتر حاجة رخمة فيها. لكن من جوه اللعبة أنت ما تقدرش إن أنت تتحكم في الصوت من جوه اللعبة. حدد أي مكان، انا بجرب لكم بس في الاونلاين عشان تتاكدوا انها شغاله قبل ما ايه يعني عشان ما تحملوش على الفاضي. اللعبه فتحت، اسمعوا الصوت، ده صوت مختلف عن اللي انا ركبته ولا في وانا في الاوفلاين. صوت مختلف مع انها نفس الشاحنه، يعني انا ما غيرتهاش، هي سكانيا بقى هي اللي موجوده برضه. تاني وده اونلاين زي ما انتم شايفين، الناس ماشيه في الخريطه اهي، وفي واحد قدامي واقف كمان. فاتمنى يكون الشرح عجبكم. بس قبل ما اقفل، في اعدادات هنا في الصوت لازم تعملها، تخش على الاوديو هتفصل صوت الانجن، صوت الموتور، لان انت كده كده مركب صوت، هتفصل الاكزوست والتربو. ماشي، هما الثلاثه دول بس اللي انت هتقفله، الباقي كله بقى براحتك بقى، تعلي توطي تعمل فيه اللي انت عايزه. التلاتة دول احنا فصلناهم ليه؟ لان هما يعني احنا مشغلينهم بملف خارجي، فهشغلهم ليه في اللعبة هيبقوا متكررين. تمام، نتأكد برضو ان الصوت شغال بعد ما انا فصلت الاصوات دي. الصوت شغال طبيعي برغم ان انا فصلت صوت الموتور والاكزوست والتيربو والكلام، فكل حاجة شغالة طبيعي. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واشترك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام.